سبورتيف. مرحبا بكم الناس كل 4-6 دقائق انتم تسمعوا في سبورتيف على اي اف ام احلى راديو. موعدكم اليومي بعد اسبوع راح نظرًا خلينا نقول المستجدات اللي صارت في البلاد. دونك رجعنا بعد اسبوع من الراحه, رجعنا كالعاده لعشاق اي اف ام وعشاق رياضه على اي اف ام. كالعاده خلينا نحكيوا على حلقه كامله ومتكامله, نحكيوا فيها على عده مواضيع, نحكيوا ونبداو حصيله ونتائج الوفد التونسي في الالعاب الاولمبيه. باش يكون معنا من طوكيو مبعوث اي اف ام الخاص بدر الدين التنني, زاد باش نحكيوا مع ريان مراد, اسم هذايا ممكن برشا راكم تعرفوه برشا ما تعرفوهش, اللي من اصحاب الاحتياجات الخاصه. هو مصمم الافيش نتاع المنتخب الوطني التونسي وخاصه اللاعب حنبعل المجبري. وصول الكرسي المتحرك الى تونس بعد ما تعقدت الحكايه بين فرنسا وتونس في الديوان نتاع فرنسا ومن بعد الديوان نتاع تونس, اليوم وصل. وزاد نحكيوا معاه على عقده مع الجامعه التونسيه لكره القدم. باش نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي وخاصه غدوه موعد وصول المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي رادي الجعيدي, وباش نحكيوا على تجديد العقود. ونحكيوا زاد مع بطل شامبيون نورنا شرفنا فرحنا التوانسه الكل, خلينا نقولوا كان وعدني وكان عند الوعد نتاعو, كان في قبل معناتها ما يمشي للالعاب الاولمبيه لطوكيو قال ان شاء الله نجيب الميداي, وهذا اللي جاب الميداي وميداليه خلينا نقولوا فرحت التوانسه الكل. نقولوا ما نجم نقولوا كان برافو ناس كل راك فرحت التوانسه الكل. زاد كيف كيف باش نحكيوا في حكايه الكوره مع قيس بنينه, جمهور الكوره كان يرمي الكلافس قبل ما يرميوا الشماريخ, هذه قصة غريبة باش نحكي انا بعد شوية. قيس بنينة هذا الكل في سبورتيف من توا حتى الخمسة نتاع العشية. سبورتيف. نبدأ بالألعاب الأولمبية كما تعودنا ونحكي شوية على حصيلة ونتائج الوفد التونسي في الألعاب الأولمبية مع بدر الدين الثاني. لكن أقبل رحب وفرحان وسعيد سعيد جدا بوجود البطل الأولمبي خليل الجندوبي صاحب أول ميدالية عربية في تيكيو. مرحبا بك خليل. عايشك ومشكور على الاستضافة. مرحبا بك, شنو احوالك؟ فرحنا راك التوانسه الكل, معناتها نعاودوا حتى الكلام, فرحتنا التوانسه الكل. كنت قاعد مره اخرى في الكرسي هيك قلت لي نقعد باش نجيب الميدا, واني بحذاك لاني بالميداي. ان شاء الله الف الف مبروك. باش نرجعوا كيفاش عشت الرحله هذه, كيفاش عشت الفرحه التتويج. نرجعوا للساده المستمعين اللي معناتها يحبوا يعرفوا خليل اكثر, باش نرجعوا معهم اكثر ديتاي. لكن قبل نمشيو مباشره لطوكيو مع بدر الدين الثاني. بدر الدين مرحبا بك. مساء الخير حمزه ليك وكل مستمعي ومستمعات ومشاهدي ومشاهدات اي اف ام تي في. مرحبا بك بدر الدين. حضرنا خليل ديجا تقابلته جو بونس غادي في طوكيو. صحيح تقابلنا وصورته, وكان يتذكر خليل بالكدا وقت قبل ما يلعب الفينال خارج من التونيل قلت له واي والتوانس رجال. ما تفكرها خليل ولا؟ اي تفكر. لكن هو ما عرفش اللي انت معناتها غادي تابع اي اف ام. دونك مرحبا بك بدر الدين. خي خلنا نشوفوا الفيديو, العباد اللي تحب تشاهد وتابع مباشرة بدر الدين الثاني مباشرة من طوكيو. الدنيا ليل عندكم غادي قد الوقت بدر الدين؟ توا سيدي نص ليل. معناتها تسمى سهر انت. نحن راهو نرقدوا بالريتم نتاع الاوروب ونتاع تونس, معناتها الاربعة الخمسة نتاع الصباح. أيوه على خاطر نروحوا لقيت هذايا عندنا تصاور اتريتي, عندنا دي فيديو افير, معناتها بوكو تشوز, معناتها ما نرقدوا الا ما نكملوا كل شيء. نرقدوا ثلاث اربع سوايع ونقوموا من غدويكا روبلوت. تو كيما غدويكا مروه العامري باش تلعب, معناتها 8 لازم نخرجوا من الاوتيل باش نخطوا ناخذوا البيس, خاطر ترونسبور طويل شويه هنا في طوكيو, تبدل دو بيس, لازمك تخلط للايفينمون ال 10 ونص تاع الصباح وهي تلعب ل 11. ان شاء الله ان شاء الله غدويكا مروه تترشح ونهار الاربعاء تلعب على ميداليه ان شاء الله. هذا اللي نتمناه. خلينا نسالوا الكوتش اذا رحبوا به سيف الترابلسي. مرحبا بك كوتش. عايشك بارك الله. مبروك مبروك مبروك, برشا تعب حكينا على لي ساكريفيس. مبروك على التوانسه الكل الميدالي هذه, والحمد لله معناها كنا في المستوى وشرفنا بلادنا وشرفنا العائلة التايكوندو التونسي والحمد لله. فرحة سبيسيال سيف. أكيد فرحة سبيسيال خاطر بالحق بعد تعب كبير وبعد مجهودات كبيرة سواء من الإطار الفني سواء من خليل زاد
وان شاء الله مبروك علينا ومبروك كذلك على الحفناوي اللي يعمل ميدالية ذهبية، وبالتوفيق لزملائنا الاخرين كما مروة وغيرهم مصارعة ولا ملول. ان شاء الله الناس كل ربي يوفقهم بالحق، قلوبنا معاهم وان شاء الله ينورونا ان شاء الله. واضح سيف، قبل ما نمشي مع بدر الدين وناخذوا الملخص والمتاع النتائج والحصيلة، حكيت مع بدر الدين قلت له على حكاية الوقت، قلقكم شوية الوقت معناتها التبديل نتاع الوقت خاصة معناتها فما ديكالاج وغير معناتها كبير برشا. الحقيقة احنا نعرفوا اللي هذا مشكل كبير، مشكلة الوقت، لأنه نسافروا برشا البلدان الآسيوية كوريا والصين ونلعبوا فيهم برشا. خيرنا معناها وكانت من ضمن الخطة نتاعنا والاستراتيجية اللي رسمناها أنه قبل ما نتحولوا لطوكيو نعملوا تربص في دولة، ما يعني نحاولوا نتعودوا بالوقت. وذاك اللي صار، مشينا لكازاخستان اللي هي الفارق على تونس 5 ساعات، ولدوزناف معناها قبل تقريبا 5 أيام من الكومبيتيسيون تحولنا لطوكيو. الحقيقة الحمد لله معناها ما لقيناش قلق كبير من الوقت، وكنا معناها الكل متعودين نقضوا، معناها تعودنا بوقت طوكيو. كي روحنا لتونس لقينا مشكل في الوقت. خليل ما قلقكش الوقت؟ نفس الشيء. أول ما مشينا لكازاخستان من الأول شوية قلق، ترقد بكري بعد فوق تفيق في وسط الليل. بعد استأنسنا بالوقت وكوصلنا لطوكيو نلقى روحنا منظمين بكذا. بون باهي، استراتيجي باهي هذيا معناتها اللي الحقيقة راهو خليل متعود لما فكينا له التليفون. واضح. خلينا نمشيو لبدر الدين. يلا بدر الدين، نحكيو على النتائج. فما نتائج سلبية اليوم خاصة في المصارعة، زاد في السكين. كل شيء حمزة لو كان تسمح في 30 ثانية بالنسبه لجماعه التايكوندو نقول لهم برافو، يا ان كرون برافو، يا انكور برافو، على خاطر في دو زيديسيون دو سويت في ريو في طوكيو شاركوا اتليت برك معناتها في الذكور وجابوا ميداي، معناتها هذه حاجه راهي تتحسب. في ريو كان مع اسامه الوسلاتي، سي لو سول اتليت اللي شارك في التايكوندو وجاب ميداي، وتويكا مع جندوبي لو سول اتليت وجاب ميداي. معناتها لو كان نحطوا الامكانيات ونزيدوا نخدموا اكثر، انا ناكد لك في باريس نجيبوا 3-4 ميداي في التايكوندو برك. ان شاء الله ان شاء الله، وذا اللي نتمناوه، ونشوفوا خليل معناتها بالميداي دو، ونشوفوا برشا مع خليل. مش صعيب على ناس تخدم، قلتها في ميسيون، كانت تفكر سيف، كانت تفكر خليل اللي يخدم راهو يلقى، وانتم جامعتكم معناتها وكايتر فني وكديزاتليت قاعدين تخدموا، دونك هذه النتيجه هو التتويج. ان شاء الله في كما قال بدر شوفوا ميداليات اخرى. يلا نرجع لموضوعنا بدر، نحكيو شويه على اليوم الكاياك معناتها وين كمل المنتخب، بطل انا بطل المنتخب التونسي محمد علي مرابط المرحله الاولى من سباق 1000 متر كان في المركز الخامس من اصل 5 متسابقين في المركز الاخير. دونك نحكيو في الدور الربع النهائي، تعدى للربع النهائي، في الربع النهائي انا سباق في المركز الخامس زاد كيف كيف واكتفى بالدور هذا. باقي مع الكاياك وين زاد في السيدات المنتخب المتكون من ثنائي خوله الساسي وعفاف بن اسماعيل كملوا في المرحله الاولى من سباق 500 متر كادو في المركز الخامس من اصل 5 منتخبات بتوقيت قدروا زوز تقريبا زوز دقائق وخمسة ثواني واكتفوا بالدور الربع النهائي. دونك نحكيو شوية على الكاياك، نحكيو شوية على المصارعة، المصارعة النسائية ذكور وإناث، باقي نتائج مش قاعدة تتبع كمان بدر الدين. ديسيبسيون كبيرة في المصارعة، بو نعرفوا 10 مصارعين مشاو الكلهم معناتها براتيكمون خسروا، حتى اللي تعداو معناتها روبيشاج خسروا. غدويك عندنا شانس أخرى نتاع روبيشاج، مروة غدويك هي اللي معلقة الأمال الكبيرة على إن تروزيام ميداي، على خاطر تكون حاجه ممتازه كان نكملوا بتروا ميداي ولا كات ميداي. لكن المشكل يظهر لي حمزه هو في البريباراسيون. نعرف انه توا عندنا عامين عايشين مع الكورونا، مع الحدود نتاع برشا بلدان مسكره. اللي عايشين في الاوروب ينجموا يسيركليو في الاوروب، يعملوا تحضيرات، يمشيوا لايطاليا، يمشيوا لفرنسا، يمشيوا نحكي على ديسيبلين الكل، مش نحكي على المصارعة، ما عندهمش مشكل نتاع فيزا. لكن نحن في البلدان المغرب العربي خاصة تونس اللي زاتت نتاعنا عندهم مشكلة نتاع فيزا، معناتها كسوال فرنسا ولا كسوال إيطاليا ولا كسوال ما زون أورو الكل، فهمني، ما نحكيوش على زون أمريكا وكندا وزون معناتها الأخرين. هذا أنا اقترحته منذ سنوات
وبرشا ناس معناتها توافقني الفكره، وثم برشا دول معناتها يعطيوا للرياضيين نتاعهم دي باسبور ديبلوماتيك باش يسهلوا لهم حكايه الفيزا. تعرف فيزا يلزمك جمعتين ثلاثه باش تاخذ فيزا، سواء باش تمشي لانجلتير ولا فرنسا ولا نابورت كيل بي. كي يبدا الرياضي عنده ان باسبور ديبلوماتيك معناتها نحكي على سبور دو او نيفو معناتها ليليت، فهمني، يولي يسهل لهم يسافروا اتو مامو يشاركوا في الدورات هكاك باش ينجموا يحضروا ويرفعوا من المستوى نتاعهم هكاك نجموا في اللي جايين نحصدوا ميداليات اكثر. ما نعرفش شنو راي ضيوفك في استوديو وخاصه خليل يظهر لي يوافقني الفكره. واضح، اعطينا الاجابه نتاعك، شنو رايك اللي كان يقول فيه بدر خليل؟ معقول اللي كان يقول فيه الكل. معناتها لازم واحد كي باش يبدا يحضر ما يلقاش شويه صعوبات، لازم ساعات ما ياخذش فيزا كيف انا ما خديتش فيزا شامبيون دو مون، لازم تسهل الوضعيه هذه باش ديما واحد تنقص حتى الشارج معناتها اللي واحد يقعد يخمم فيه حاجه زايده معناتها، ولا يخمم فيه الكوتش ولا يخمم فيه الجامعه، معناتها تنجم تقلق وحتى وتقلل من التركيز نتاع الاتليت. ينجم واحد يولي يخمم فيه اكثر مع التعب يولي بارتيسيباسيون في حاجه اخرى. واضح، سيف عطينا رايك. مهم برشا اللي كان يحكي فيه زميلك، لانه بالحق معناها مرات تولي تتسارع مع الوقت وتزرب معناها وشوف تاخذ فيزا شوف ليه، والشيء هذا صار معنا وصار مع خليل 2019 السفاره البريطانيه تقريبا عطات الوفد الكل الا خليل نهار اللي يلعب نهار الكومبيتيشن اخذ الفيزا اللي حرمته المشاركه بطوله العالم. مهم جدا انه معناها تسهل لنا السلطات معناها لي فيزا معناها البلدان الكل يخلينا نحضروا في اريحيه وما تصعب علينا شيء، معناها خاطر تعرف اليوم احنا الالعاب الاولمبيك انت تفكر جينا بحذاك قلنا لك راهو عندنا رانكينج وعندنا دي بوان وعندنا قرعه، مرات تستحق تروا بوان تبدا فما تورنوا في فرنسا ولا في اسبانيا ولا في المانيا تولي ديريكت قص بيه تمشي تلعب تاخذ لي بوان تاعك. ان شاء الله معناها المستقبل ان شاء الله تكون معناها موجوده الحاجه هذه. واضح، نرجع لك بدر الدين. يلا بون، معناتها كيما قلت ان باسبور ديبلوماتيك يسهل برشا حاجات على الزاتات نتاعنا كي يدخل مطار تونسي خليه معناتها في المطار. نذكروا انه 11 جيب وقت لعبت فينال تشارلستون راهو المدرب نتاعها ما كانش معاها، معناتها لعبت من غير مدرب في الكاردو فينال ودومي فينال وفينال وكانت في حاجه للمدرب نتاعها. علاش؟ لانه المدرب نتاعها هبط لتونس باش يحضر لي فيزا اللي باش يدخلوا بهم للسيركوي في الاوروب معناتها مدريد وروما وباريس رولان جاروس. هذاك علاش المشكله هذايا ديما نتعرضوا له. ان شاء الله ان شاء الله المسؤولين في الدوله يسمعونا، وان شاء الله السيده سهام العيادي وزيره الرياضه توصل المساج هذايا لانه باش يعاون الرياضيين برشا كما قال لك يبدا حشته بتروا بوان تورنوا في فرنسا ما ياخوش معناتها فيزا. نعطيك انا حاجه، الصباح تاعنا الحفناوي راهو كانت عنده مشاركه في فرنسا قبل الالعاب الاولمبيه ميتينغ في فرنسا وما شاركش فيه لانه صارت له اشكاليه شارت له اشكاليه من بعد خذا الفيزا وشارك ميتينغ في نيس وتوج بطل فرنسا اللي خليته معناتها يحذر باش نجم جاب لنا ميداليه ذهبيه. واضح، اهم خلينا نحكيه وزاد على غدوه نحكيه على اهم ممكن المشاركات البارتيسيباسيون تاع منتخباتنا ورياضاتنا في الالعاب الاولمبيه. بون غدويكا كما قلت لك اللي نستناو فيها هي مروه العمري باش تبدا المغامره نتاعها لتحسين الميداليه اللي تحصلت عليها في ريو ميداليه برونزيه. ان شاء الله تترشح غدويكا باش تلعب نهار الاربعاء دومي فينال، وعلاش لا توصل تلعب على الذهب وهكاكا تولي تونس عندها 3 ميداي في انتظار يوم 5 اوت اسامه الملولي. وغدويكا بدينا نقربوا معناتها الى نهايه الاولمبياد، مازالوا 6 ايام في الاولمبياد لانه نهار الاحد ما يتحسبش هذاك نتاع الكلوتور، وتويكا في الرياضات الجماعيه بدينا ندخلوا باش نلعبوا لي كارد فينال ولي دومي فينال، ونتمناو حظ معناتها كبير المنتخب المصري لكره اليد اللي يقدم في مستوى عالمي كبير، وراهو ما تستغربوش كان مصر تلقاها في البوديوم في كره اليد. ان شاء الله هذا اللي نتمناوه بيان سور نحبوا الباهي لينا ولا شقاء المصريين. تفضل تفضل بدر. سامحني حمزه نقول لهم مبروك للمغرب وللمغاربه، البقال سفيان البقال تحصل على الميداليه الذهبيه
في 3000 متر حواجز منذ اقل من ساعه، 400 متر ستيبل ذهبيه للمغرب. قطر زوز ذهبيه، تونس ذهبيه والمغرب ذهبي. حاجة تفرح إذا نحكيه على خلينا نقول الدول العربية والمشاركة في كلمة مع أنت بدر، تقييمك للمشاركة متاع الدول العربية في الأولمبياد؟ ديما تقعد ضعيفة مقارنة معناتها بالبلدان الأخرى. صحيح ديما نازو الذهب، أما ما نفوتوش 3 4 5 ميداي معناتها ماكسيموم. اللي ثم دي بتي ناسيون يجيبوها في ديسيبلين برك معناتها. بون مانيش نقارنوا بالجامايك ولا على خاطر بلدان صغار كيفنا، لكن يلزمنا نزيدوا نخدموا أكثر اون ديتكت لي جون. أنا نأكد لك حمزة في الجنوب التونسي لو كان نمشيو نعملوا ديتكسيون معناتها في المواهب وخاصة في العدو الريفي، عندنا مواهب في الجنوب التونسي في العدو الريفي. عطا نقول لك من هنا لوس أنجلوس 2028 لما نطلعوا دو تروا شامبيون. واضح، شكرا لك بدر الدين التناني. نقول لك صباح الخير من تو، معناتها انت ديجا برشا تعبي، يعطيك الصحه. ومره اخرى كل ما نلقى الفرصه نشكرك على الخدمه الكبيره اللي قاعد تخدم فيها بريسك. نجمو نحكيوا على 24/24، معناتها نحكيوا على ابار ساعتين نوم. عندك الصور اللي تلقاوها على الباج اي اف ام يا من هنا زميلنا بدر الدين التناني، زاد كيف كيف لي انترفونسيون ولا لي ديكلاراسيون مع لي زاتليت، كيف كيف التدخلات معنا. يعطيك الصحه مره اخرى زميلي وصديقي بدر الدين التناني، وبروفيت خلي بروفيتي شوية في الست أيام اللي ما زالوا، تفرد شوية بدر الدين. إن شاء الله ترجع إن شاء الله بعد الأولمبياد، عندي 3 أيام أوف إن شاء الله باش نحاول معناتها نكتشف مدينة طوكيو كوميتو. شيخ روحك خويا ورد بالك على روحك من الكوفيد ومن العدوى وكذا، هذاك اللي هذاك اللي نحبوه. ميرسي بدر الدين التنني. نمشيو لموضوعنا الثاني في حصتنا اليوم، حكينا على اسمه ريان مراد. ريان مراد هو اللي صمم الافيش اللي وقت جاء ديجا حنا بعد المجبري، كان هو اللي صاحب الافيش هذه. اليوم بعد ما صارت عدة إشكاليات، معناتها خليت أحباء الترجي هذا التونسي في فرنسا خذوا له الكرسي المتحرك، وبتدخل من عدة أطراف منهم حسين جنيح العضو الجامعي، كيف كيف صارت إشكالية في فرنسا ومن بعد صارت إشكالية في تونس. حبينا ناخذ ونقولوا كنا فرحانين اليوم اللي وصل الكرسي، كنا فرحانين على خلينا نقولوا الشخص هذايا اللي حبوه ما حبوش المكاشخين برك، حبوه الناس الكل، التونس الكل، وضمنوا معاه التونس الكل. هو عنده علاش بصراحة، لأنه عنده خلينا نقولوا لي زافيش نتاعو ياسر مزيانين. باش نحكيو معاه زاد على عقده مع الجامعة التونسية لكرة القدم. دونك معنا في المباشر ريان مراد. ريان مرحبا بك. مرحبا بك. شنو أحوالك يا ريان؟ والله الحمد لله. الكلنا فرحانين يا ريان اللي تحقق الحلم نتاعك، وصل لك الكرسي، ومعناتها بعد معناتها خلينا نقولوا ممكن استنيتوا برشا، لكن الحمد لله اليوم التوانسه الكل فرحانين. فرحانين لك يا ريان، مش المكشخين برك، الجمعيات الجمعيات الكل. دونك نلخصوا يا ريان، كيفاش بدات الحكايه وكيفاش معناتها كشكون اول واحد كونتاكتيك على الكرسي هذا؟ الحكايه كل انه أصحابي معناتها مكشفين حبوا نهار يهزوني للإستاد، بلقاوش البوسيبيليتي خاطر عازمي فرازيل. من بعد قالوا يلزم نلقاو حل وتولي تمشي معانا، لازم تخرج خاطر أنا 10 سنين كيف ما نتحركش من فرش. عملوا كوليكت وصار كوليكت وخذوا لي الكرسي. ووقت انا كنت نخدم معناتها كونتاكتتني الجامعه التونسيه كره قدم على اساس معناتها باش نخدم لها بعفيش حنا باع المجبري وعبرقي. كلموني قالوا لي تخدم لنا، قلت لهم فما حتى مشكل كذا. قالوا لي تفاعلت معايا الاعلام معناتها شكون ريان مراد، شكون اللي عمل الافيش هذايا، كنت تساؤلات تعرفوني وهذا كونتاكتوني. طلعت التلفزه قالوا لي لازم تعمل معناتها نداء كاعطي كلمه. قلت انا نعمل نداء الا التونسير معناتها باش تطلع لي كرسي. هزوا الاولاد معناتها التونسير قالوا جيبوا ادينا لهم معناتها
قالك ما يطلعش الكره في السياره فعزوه هما للبطو ومشى لرادس والتوا هو عندي عارف. الحمد لله وهذا اللي صار فيه هو صار شويه معناتها اشكال الحمد لله طبعا عندي ولك المهم. باهي احنا نقولوا الحمد لله لكن بصراحه معناتها مره اخرى نداء معناتها للديوانه ولا خلينا نقولوا السلطه المعنيه راهو هذا معناتها شوف عباد كيفاش تعاونت كيفاش حبوا معناتها ريان وبعثوا له الكرسي بعثوا له باش يحبوا ريان يمشي للاستاد باش يولي يخدم على روحه وعنده بصراحه معناتها حب ربي باقي عليك الستر في ليزافيش اللي تعمل فيهم حاجه ياسر مزيانه ياسر ابداع. اليوم نلقاو معناتها صحيح فما قوانين وفما اجراءات لكن مرات الاجراءات قدام حاجات كيما هكا ما يلزمهاش تعقد الامور اكثر دونك معناتها كنا تو خلينا في الفرحه وخلينا في السونساسيون اللي نحسوا فيها الباهيه دونك وصلك الكرسي اليوم وكان ستاتيو معناتها تدوينه من حسين جنيح كتب قالك فرحان لك برشا قالك قول كيفاش حكى لك على التوالي خي انت قلت له الترجي الرياضي التونسي معناتها ديسكسيون اصحاب برشا انت حسين جنيح احنا نفضلكم معناتها بعضنا معناتها عادي معناتها تخيل وكل شيء وكان فرحان بيا معناتها فرحان بالخدمه وفرحان معناتها كيفاش انا كنت معاه وانا زاد فرحان معناتها بالكونتاكت اللي صار بيناتنا وبالخدمه معناتها كانت فما راحه كبيره معناتها في الخدمه الحقيقه وكفوا معايا معناتها الحقيقه زاد في الكرسي وكل وتكفل كل شيء معناتها هو يرحم والديه معناتها. واضح، حاجة أخرى عملت بوليميك وعقدك مع الجامعة التونسية لكرة القدم بعد ليزافيش اللي قاعدة خدمتها، هل اليوم ريان مع الجامعة عندك عقد مع الجامعة باش تعمل عقد مع الجامعة وين وصلت الحكاية هذه خديجة؟ لأنه يعني فما وعود الكل نعرفه ريان. حاليا فما قاعدين نخدموا بالعقد معناتها. صار لي كونتاكت قالوا لي راه عقدك حاضر ان شاء الله الاسبوع الجاي مادام انا معناتها بعد 10 سنين في الكرسي معناتها باش ناخذ انا راحتي في الكرسي وكل شيء وبعد نصحوا العقد وكل شيء الاسبوع الجاي ان شاء الله. واضح، مرة أخرى فرحانين برشا التوانسة الكل. ريان معناتها علي معناتها الحلم نتاعك تحققت اليوم ريان باش يخرج ريان باش معناتها ريت احنا نشوفه في اللي تاه هكا ونقولوا معناتها ريان ويخرج ديزافيش هكايا معناها يولي يتحرك يولي معناتها عنده عقد معناتها يخدم على روحه فرحان برشا من قلبي ريان ان شاء الله ربي يبقى عليك الستر وان شاء الله ديما نشوفوك متألق. كلمة ختام ريان. عايشك كلمة ختام بشكر خليط أحب الترجي الكل في العالم ونشكر الجامعة التونسية كرة القدم ونشكر الناس اللي دخلت من ديوانة والناس اللي عاونت حتى بالكلمة واللي عملت الهاشتاج واللي عملت معناتها البريسيون هذايا الكل معناتها والناس الكل معناتها لي باج وكل أنا نشكرهم برشا. ونشكر سي حسين جنايح اللي هو معناتها تكفل بالحكايه نتاع الكرسي. واضح، شكرا لك وحنا نشكروك انت زاده ريان ان شاء الله ديما نشوفوك كما قلنا متالق احنا هكا نسكروا مع ريان الموضوع نتاعه ان شاء الله فرحه اليوم اللي يوصل الكرسي نتاعه وتونس الكل راهم فرحانين دونك نعملوا فاصل صغير ونواصل. سيف سهريات بحر وخلاعة أما صيف السنة أحمي روحك وخمم في الجماعة وعلى خاطرك عزيز وغالي احنا معاك أربع انتم تسمعوا في سبور سيف على EFM أحلى راديو. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين في سبور سيف ونمشيو مباشرة نحكيو في موضوع آخر هو الترجي الرياضي التونسي وموضوع المدرب اللي يوصل غدوة لتونس بيان سور نحكيو على اللاعب السابق ولاعبنا الدولي راضي الجعايدي لإتمام خلينا نقولوا الديتاي كيلكو ديتاي كيف في العقد نتاعو دونك باش نحكيو أكثر على راضي الجعايدي باش نحكيو زادة على انتداب كريم العريبي اللاعب السابق للنجم ولاعب نيم قريب زادة كيف بنسبة كما قلنا قبل في الفلاش 99% من الترجي الرياضي
الرياضي التونسي. النجم الساحلي باش ياخذ 20% من قيمه العقد اللي هي تقريبا وصلت ممكن تتكلفت على الترجي الرياضي التونسي الكل في الكل مليار و 400. دونك مباشره نمشيو مباشره الجربه كان هكا مع زميلي وصديقي طارق العصادي. طارق مرحبا بك. مرحبا بك حمزة والخير كنت في البلاتو وكنت في راديو ياسر. خويا فزنا عليك شوية الكونجي مشارك أنا والدذاع خويا مشارك صحيح تقول لذاع وبينصير وصديق وخويا ونتشرف بالتدخل متاعك طارق العصادي. طارق اليوم راضي جعايدي يجي يوصل غدوة لتونس باش يكون هو المدرب معناتها ممكن كلكو بوان كي باش تارك خلينا نقولوا باش يصبح هو المدرب الاول للترجي الرياضي التونسي. كيفاش تشوف الاكسبيريونس هذه راضي جعايدي على راس الترجي الرياضي التونسي قبل؟ الحمد لله سلم بالتوفيق للراضي جعايدي سعديد يعني في تونس. طارق جوست ما انت كانت بدل البلاصه خاطر الصوت قاعد يخص. باش نتواصل نحاولوا اي توا سافا ترى نجربوا. نفرح لكل مدرب تونسي حمد معناتها يطلع في الكورسه ويرجع في الساحه في تونس، لكن تعاقد انترنا وننتظروا في الساعات القادمه الترجي الرياضي وراضي جعايدي يستقر على زوج جوانب، انه راضي جعايدي باش يكون متحقق تقريبا تجربه كبيره ويتمنى اي مدرب في افريقيا انه يدرب احد كبار القاره، لكن فما زاد بعض نقاط الاحتراز انها منها ان راضي جعايدي تقريبا عنده تجربة قصيرة جدا تاع شهر أو شهر ونصف في تونس الأكابر في أمريكا وحاليا كمدرب مساعد في شركة البروج. صحيح ممكن مش نفس الهام تاع العمل، هو يعرف البارك مليح تقريبا من سنة 94 وصولا إلى حتى 2004 على مرور بالترجي الرياضي كلاعب بعقلية أوروبية بتكوين صحيح ثم دم جديد، لكن ثم أننا خسرنا الخبرة وحسن التعاقد مع مدرب الترجي اللي عرف هذا الجعايدي كلاعب، لكن الوضعية باش تختلف من كمدرب. المرحلة العموم في الترجي حمزة تقتضي أنه ضخ بيئة جديدة في الإطار الفني، معين الشعباني ومجد طارق خدموا خدمة كبيرة فيها إيجابيات وفيها سلبيات دون شك، وهذا طبيعة العمل البشري، لكن الترجي كان في حاجة لعفاز فني جديد. نشوف نحن اليوم لسعة جاردة جاب أفكار جديدة من نمسا، نشوفوا اليوم هذا العادي والكرة الإنجليزية وتجاربه شنو نجم يضيف للكرة التونسية، خاصة أنه كانت السنوات الأخيرة مطلب جماهيري حتى في المنتخب وحتى في الترجي، فما عليه إلا أنه يثبت بصماته الفنيه وهو يعرف معناتها جيدا حجم الضغوطات، حتى ما لاحظنا حمزه اتصاليا في التدوينات ولي بوست اللي في مراجعه تقريبا تو عنده عام، كان مهتم برشا بالسوق التونسيه كسواء المنتخب ولا الترجي، وكان واضح انه تفكيره تبدل من اوروبا الى السوق المحليه، ممكن حب يعمل ترومبلا في تونس ويرجع، فننتظر مهنيا شنو النجم يعمل. واضح هذا بالنسبه لراضي جعايدي. دونك طارق تشوف انه اشكال اليوم الترجي كان معناتها بين عمناول وبسنا وبين معناتها ابعاد معينه للشعباني هي كانت على في المدرب، ولا فما زاد حاجات اخرين ينجموا يقلقوا حتى على مستوى النتائج؟ والله زوز توا معناتها مع واحد يعمل ريكول تقريبا بعد ما انتهت زوز النسخه الاخيره من دوري ابطال افريقيا، الترجي استفاد من عدد من جاهزيته محليا وزاد من حتى المشاكل المنافسين الكلاسيكيين يعني ليتوال والكلوب افريكان والنادي الصحفي خلاه يهرب بفارق كبير، فما كل موسم شبه مفاجاه، موسم من الفارق الاتحاد المنصيري اثناء اتحاد بن كردان لكن السوفل يفرق، هذا ينعكس على مستوى الترجي قاريا. الحقيقه فانه ما كانش فما تطور في الاهداف مع معين الشعباني تقريبا من ماي 2019 من فينال الوداد وصولا الى مباراه الاهلي الاخيره، يعني ما فماش هامش كبير كان يفرض انه ثم تغيير خاطر حتى كان فما عمل نشوفه بصراحه الترجي يعمل فرصه فرصتين في ماتش ما فماش هامش كبير برشا في التطور. حاجه ثاني حاجه بخلاف انواع معناتها هذا يدور قدح في معين الشعباني اللي هز زوج شامبيونز ليج اللي في شرق تاريخي وعمل حتى مدرب تونسي. ثاني حاجه خلينا نكونوا واضحين حتى رصيد البشري الترجي راهو نوعا ما مهتز يعني مش بنفس الجوده ما بين اللاعبين، كل تقريبا فما ثلاثه او اربعه لاعبين نقولهم ممتازين لكن البقيه دون المتوسط، واكيد انه الهيئه على بالها بالموضوع هذا وفما اتصالات مع برشا من اللاعبيه، دونك تعرف انه الرصيد البشري باش تحارب سان داونز ولا مازامبي ولا الاهلي المصري ولا الوداد ولا فيتا كلوب ولا سيمبا ولا حتى الفرقه التونسيه اللي بتشارك في الشامبيونز ليج، دونك توجه كبيره يبقى كثير انه شكون يقوم به سواء الاداره او المدرب او مسؤولية الفرح، هذا السبب تقريبا تاع الخلل في السنوات الاخيره عنده شويه دقه في الاختيارات، وهذا راه مشمول حتى في الفرق التونسيه معناتها شكون يتكفل
يجي ملاعب قبل ولا يجي مدرب، هذه اشكاليه ما توفاش. واضح. به بالنسبه لكريم العريبي بعجاله، كريم العريبي تشوف انه عنده معناتها مكان خلينا نقولوا في الترجي الرياضي التونسي بعد ما كان تجربه في النجم الساحلي، غادر ومشى الفريق نيم الفرنسي، ما شاركش تقريبا معناتها شارك في فترات قصيره، يعود اليوم بمبلغ كبير، مبلغ مهم، نحكيه على 1,400,000 قيمه الصفقه الكل، نزيد نذكروا انه باش تمشي منها 20% لل 20% للنجم الرياضي الساحلي، واليوم لقوه في الترجي الرياضي التونسي. والله هو شوف باختصار هو قيمه فرديه ثابته، نذكر انه كان عنده احد الحكم الهلال الصوت بعد يا طارق صوت بعد قيمه فنيه ثابته، نذكر نحن اهدافه منها هدف النهائي في كوبا راب ضد الهلال السعودي 10 اهداف في النسخه الفارطه الى حد ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، ماهي شويه، يبقى اليوم تاقلم مره اخرى من العوده للبطوله التونسيه، خاصه ان المبلغ مرتفع، قد ينجم يعمل شويه اقلاق في الفيستير يعني 1,400,000 دينار حمزه، ينجم يكون عنده تداعيات اخرى في الفيستير، يبقى انه هل انه لاعب مستقر فنيا معناتها في كامل فترات الموسم هذه وهو اللي يعوز العريبي، والترجي تقريبا حمزه السنوات الاخيره الكل يتجه الى اللاعبين اللي مروا من تونس وخرجوا لبرا ورجعوا كما فخر الدين بن يوسف، فرجاني ساسي، فرانكوم، تقريبا هذه التوجه العام نتاع الترجي، اكيد انه تم دراسه الملف جيدا في انتظار حقيقه الميدان. واضح، شكرا لك طارق العصادي. حبينا نحكيو شويه على الانتداب الجديد لانه مازلت الانتدابات مازلنا تعاود مره اخرى الكونتاكت بسام الاصرار في الترجي مره اخرى، معناتها وحسب مصادرنا انه عوده تصل مره اخرى بسام الاصرار في زاده، فما ملاعبيه تنجم تغادر، فما ملاعبيه معناتها مازلت تنجم تغادر، فما ملاعبيه باش تجي للترجي الرياضي التونسي، دونك خليو الايامات ونخليو كل حاجه رسميه باش نحكيو عليها اكثر، ولا تكون شبه رسميه كما رضي جعايدي توا ولا كيما العريبي، دونك كريم العريبي. يعطيك الصحة طارق العصادي، شكرا على تدخلك معنا، ان شاء الله بون فاكونس، ان شاء الله تشيخ في جربة، حضر العائلة، سلمنا على العائلة وعلى الحباب والأصحاب الكل في جربة فردا فردا. نرجعوا لضيفنا مرة أخرى اللي مشرفنا ومنورنا في البلاتو، نحكيه على الميدالية العزيزة الغالية اللي وصلت لنا، نحكيه مع خليل الجندوبي. مرحبا بك مره اخرى خليل. خليل حضرت مليح نفسانيا، دخلت كما يلزم مسابقه، هذاك اللي خلاك تعمل باركور هكا مزيان، معناتها وكنا معناتها بعاد شويه على الميداليه الذهبيه. واحد لازم يبدا مركز نهار الكومبيتيسيون بالكدا، هذه كومبيتيسيون ماهيش سهله، ما واحد لازم يتحكم معناتها في الستريس نتاعو. كنا قرب للذهبيه حكم شويه خبره في الثواني الاخيره، الحمد لله ربي في الضيه بيا قدمتها لبلادي. واضح، وبيان سور قدمت لنا الكل، وصدقني معناتها كانت فرحه كبيره. نسال سؤال للكوتش سيف، شفنا خليل ديما يضحك في الكومبيتيسيون، شنو سر الضحكه؟ معناتها اللي هي راحه نفسيه اللي تنجم تكون بروفوكاسيون للادفيرسير نتاعو؟ ثقه في النفس. ثقه في النفس بالنسبه معناها ولا وراها حاجه ما يصيرش نحكيو. الخليل كيفاش معناها يظهر انه ديما يضحك وديما معناها ما فماش متقلق، بالحق معناها هذيك ثقه في النفس، وكذلك بروفوكاسيون زاده للاتليت انه معناها خليل معناها حاضر وما عندوش حتى مشكل، والحمد لله معناها عملت البوز ديجا الحكايه هذيك. والحمد لله منو خليل ديما يضحك حتى في طبيعته، يعني في طبيعته العادية ديما يضحك وديما جاوبه. في الباركور نتاعك خليل، أصعب أما أنت أصعب كومبا أما أنت أنو اللي كانت أصعب ماتش عندك؟ نصف النهائي مع الكوري، صنف الأولاني عالمي، صعب بطولة صاحب ذهبية بطولة العالم الأخيرة، أصعب كومبا كانت عندي. كانت الصعوبة قبل ما تبدأ الكومبا؟ لا ما كانتش صعيبة، مش صعيبة معناها باش واحد ربحها بسيف ولا زهر ولا حاجة، ما كومبا مهمة واحد لازم يخم فيها برشا، خاطر ماهيش سهلة باش تربح كوري معناتها باربي هو بطل العالم لي تراديسيون نتاعهم هذوما معناتها السبور هذوما هكاك بالضبط، ماهيش سهلة على الاخر، حتى معناتها نفسانيا باش تبقى تخمم برشا في الطرحة هذي، اما كيف قلت لك واحد لازم يعرف كيفاش يتصرف، وانا تحكمت في روحي وربحت. واضح، نحكي ولا في الفينال كنت رابح لاخر وقت تقريبا،
كنت رابح في اخر وقت الاخر الوقت. شنو صار باش خلتك المنتج تراجع شوي؟ قبلت قبلت دبو تعدلنا ساعه بعد قبلت دو بوين جريت جريت باش نعدل يا اخي عاودت قبلت هو قوته معناها كي واحد يدخل له يجري هو وقتها يماركي هذاك علاش زد ماركي لي وفاتر هكاك في الـ في معناتها التتويج نتاعك اليوم بعد ما حرصت على الميداليه الفضيه اول عبت نجم تفكر فيه معناتها بر الكوتش الفرحه فشكون خممت معناتها نصور في العباد اللي تعبت معاك اللي خلاتك توصل للميداليه الاولمبيه خممت في عائلتي وبابا معناتها بعد ما فرحت خاطر هما اللي استنوا في الميداليه هذه اكثر مني انا خاطر تعبوا برشا زاد معايا عباره حاضرين معايا في طوكيو هما في تونس وقت اللي انا فيق نقام فيقيا يكلموني وقتها تبدا عندهم مطلسه نتاع الصباح نهار اللعبه زاد حاضرين معايا من اول طرح مش معناتها نهار اللعبه ولا قبل بجمعه ديما حاضرين معايا والحاجه البي هذه واضح باهي نرجع للسؤال وذي جينا على الباج يقول لك معناتها في دخولك انت للالعاب الاولمبيه كانت صعيبه برشا خاطر كومهم بلاش جمهور يزمك تطبيق البروتوكول معناتها مش كيما معناتها نسخه عاديه نسخه عاديه ان بو سبيسيال معناتها مخالفه للنسخ الاخرى والله كيفاش تعاملت مع شيء هي باهيه وخايبه خاطر باهيه فني كوتي وخايبه فني كوتي باهيه معناتها فماش برشا حس تبدا مركز على روحك حتى فيك التشجيع فماش برشا وخايبه خاطر فما زاد التوانسه يجيو يشجعوك ما خلوهمش معناتها خلوهمش يدخلوا ذاك علاش دونك كان نقص خلينا نقولوا الجماهير نقص برشا الجماهير الجمهور عنده دور كبير معناتها في كي تبدا تلعب يعاونك برشا واضح نمشي شويه في الديكالي معناتها ضحيت بالباك معناتها بالنجل الميداليه هذه ضحيت بالباك باش نجيب نجيب احسن باش نقدم احسن باش ناخذ ميداليه لتونس هذه ما عديتش باك عديتها اني بلونش خاطر ما نجمتش نقرا ونترينا خاطر وزيد جاي ستاج في روسيا مع الوقت نتاع الباك كنت لازمني نمشي لروسيا خاطر اللي باش نلعب معاه لولاني روسي ستيل نتاعهم مش كيفنا نحنا وليت ما عديتش الباك نتاعي واضح معناتها باش تكمل العام الجاي ترجع تكمل علاش ليه ما يلقاونيش حل تو هاي مثال نجم تكون برمي معناتها كيما حكايه الباسبور معناتها نجم لي سبورتيف هذوما اللي عندهم دي كومبيتيسيون واللي يمثلوا في تونس يعرفوا في الرايه التونسيه لبرا برانسيب نلقاو حلول معناتها على خاصه على مستوى الدراسه سيف والله المفروض انه الرياضيين هذوما معناها النخبه نتاع الرياضيين في تونس واللي ممثلين البلاد تو تشوف انت خليل ولا حتى الحفناوي الزوز معناها مثلوا تونس احسن تمثيل في طوكيو علاش لا معناها السلطات المعنيه معناها سلطات الدوله تلقى لهم حل ويعديوا البكالوريا لانه معناها حتى العام الجاي معناها عندهم التزامات وعندهم كومبيتيسيونات وعندهم دي كومبيتيسيون في نفس الوقت تقريبا العام الجاي العاب بحر المتوسط في نفس الوقت مع الباك ان شاء الله احنا دعوه من البلاتون تاعك اللي نجم يعاون في الموضوع هذا ينجم يحاول يلقاو لهم حل واضح هذه حاجه وحاجه مهمه برشا معناتها كما كنا نحكي وحاجه اخرى انت في التتويج هذا اول تتويج ليك معناتها ديجا في الكومبيتيسيون هذه كعربي كلاعب عربي لاعب تونسي من غدوه تقريبا ما فهمش معناتها برشا وقت بينك وبين ايوب لا هو انا اليوم وهو غدوه الصباح كيفاش زاد فرحتوا بعضكم شفنا صور شفنا معناتها تصورتوا معناتها غادي فرحتوا لبعضكم الحمد لله ربي يعطيه الصحه قدم ميدالية ذهبية لتونس حاجة بيهي عمل باركور بيهي فرحت برشا خطر نعرفه من قبل معناها مش عرفته غديك ممكن انا معناتها كي شفني عملت بوديوم زيد تشجع اللي هو ينجم معناتها ينجم يقدم ويعطيه الصحة وان شاء الله اكثر ميداليات لتونس اللي ما زالوا باش يلعبوا واضح فما شبه كبير دارت برشا صور على فيسبوك او مسعود وزيل او برونو معناتها كيفاش تعاملت مع الحكاية دي كل واحد ساعة وش يحكي فما اللي يتمقعر عليك وفما اللي يقول لك تشبه له انا ما نعرفوش الحقيقة بالحق والله ما كنتش نعرفه ما كي بعد ما قال لي عليه شبه كبير كمان شفته تصور اي شبالي هو شبالي هو شبالي مش انت واضح كيفاش عشت ما بعد الفرحة
معناتها الفرحة الكبيرة اليوم. كيفاش تعملوا معاك في الشارع؟ معناتها برشا عبيد برشا تصاور الكلها تبارك لك. احنا ديجا حتى مع زملاء لنا كي دخلت للراديو معناتها الناس كل تصور معاك. فما برشا عبيد خاطر تفرج وتتبعوا. حتى ما يتبعش تيكواندو معناها يقول لي راه تفرجت فيك ويعطيك الصحة وفرحتنا الحمد لله. واضح حاجة باهية بالرسمي معناتها جي كونفيرم اللي انت فرحتنا فرحت التوانسة الكل. سيف معناتها شنو اللي كان شنو اللي ركزتوا معاها في الخدمة مع خليل خاصة في الفترات الأخيرة باش خلى معناتها خلت الأوبجيكتيف توصلوا له الأوبجيكتيف اللي حطيتوه التتويج بميدالية حبينا ذهب وكنا كما قلنا معناتها في الفينال على بعد ماهوش برشا معناتها شوية برك ولا رانا خدينا الذهب لكن زاد ميدالية فضية ميدالية معتبرة. شنو من النقاط اللي ركزتوا معاهم كإدارة إطار فني مع خليل في خاصة في ديما نحكيو في الفترة الأخيرة خاطر ممكن مهمة برشا. الحقيقة احنا مع خليل نخدموا عنا فترة كبيرة من اللي ترشح خليل لكن خليني تسألني على الفترة الأخيرة. الفترة الأخيرة معناها قمنا معناها بتربصات معناها دولية مشاركات دولية كذلك. الفترة الأخيرة اللي هي قبل تحول طوكيو كان ضغط كبير انت تعرف الكوفيد وتعرف البروتوكول الصحي اللي في طوكيو. حاولنا معناها نبعده خليل ماكسيموم تعرف الوضع في تونس انت كيفاش معناها جات فترة انه برشا الكوفيد لهنا في تونس. عملنا تربصاتنا تقريبا بعدناه ما قعدش في تونس هوني جملة تربص في الحمامات تربص في روسيا كان قبل تربص الحمامات من بعد جينا هوني قعدنا تربص في الحمامات من بعد تحولنا لكازاخستان كذلك. في كازاخستان الحقيقة ضغط معناه ضغط كبير ضغط الكومبيتيشن وضغط زاد على الكوفيد. الحمد لله معناه وفقنا ربي معناه في الخطة متاعنا وتحولنا لطوكيو. والاستراتيجية اللي سبق ونحكيت عليها بحذاك لهنا عنا مدة نخدمو فيها قرعتنا معناه عنا مدة زاد نخدمو فيها الحمد لله معناه خطتنا والاستراتيجية متاعنا كانت ناجحة 100% الحمد لله. واضح الحمد لله وديما نشوفوا النتيجة معناتها الأكيد ما فما حتى نتيجة باهية تجي ما وراهاش برشا خدمة برشا دي ساكريفيس وتعب. دونك ما نجم نقول لكم كان برافو. يلتحق بنا قيس بنينة. قيس مرحبا بيك. مرحبا يا حمزة. مرحبا بالخليل ومرحبا بالكوتش. عايش قيس مبارك الخليل مبارك. مبروك خليل عايش. مازال نسيت مبروك خليل على الميدالية سينيغالي قيس. ليه ما جيبهاش معاه هذيك علاش راهو معناتها ما جيتش في مخي شوي خاطر قعدت مركز مع الخدمه اللي باش نحكي الحكايه بتاع اليوم. واضح كل مره جينا بحكايه غريبه اليوم شنو هي الغريبه مع انه خاطر قريت في التيتر اللي حطوه لي وسام في الكوندكتور يقول لي جمهور الكره كان يرمي الكلافس قبل الشماريخ. اي بالضبط احنا مارش بالضبط هو الجماهير ديما كي تحتاج بثلاثه حاجات. الثالثه باش نخليوها على جنب. الحاجه الاولى هي الحجر ولا رمي المقذوفات، الثانية هي رمي الشماريخ، الثالثة مربوطة بحكايتنا اليوم وهي الكلافس، نبتة الكلافس الناس كل تعرفها نطيبوا بها ونفطروا بها وكذا. حكايتنا اليوم غريبة هي الحقيقة وطريفة في نفس الوقت، جينا من قلب المملكة المتحدة تحديدا من غرب العاصمة الإنجليزية لندن معقل نادي تشيلسي. حكايتنا تقليد متعارف عليه في ملعب ستانفورد بريتش بين مشاغبي مدارج الشمالية للبلوز واللي كانوا يهزوا معاهم حاجة طريفة نبتة الكلافس للملعب. بعض الروايات اشارت انه مفهوم رمي الكلافس بدا مع مشجعي فريق جيلينغهام في الدرجه التقريب الادنى في الانجليتير في الثمانينات. فما روايه اخرى تقول انه الممارسه هذه بدات مع ميكي جريناواي وهو اشهر محب لتشيلسي واول من رمى الكلافس في ملعب تشيلسي ستانفورد بريدج. لكن المهمه مهما كانت الحكايه هذه واصلها فين الكلافس أصبح مرتبط ارتباط وثيق بجماهير تشيلسي. في إحدى المباريات نتاع كأس الرابطة الإنجليزية كانت المقابلة بين تشيلسي وارسنال موسم 2006-2007 ونشكم لاعبي ارسنال للحكم من رمي الكلافس وكما قاعدين تشوفوا اللقطة الشهيرة للاعب الإسباني سيسك فابريغاس وهو حاط في يده قطعة كلافس كما قاعد تشوفوها في الباج نتاعنا اف ام صبروا الا على اف ام تي في. من وقتها انطلقت الشكاوي نتاع الحكام في حق نادي تشيلسي وبالفعل لجان الانضباط في الاتحاد الانجليزي سلطت برشا غرامات وخطايا على البلوز الشيء اللي خلى اداره تشيلسي تتدخل وتطلب من جماهيرها التوقف لكن جماهيرها ما استجبتش.
وقتها أصدر نادي تشيلسي بيان شهير الحقيقة في مارس عام 2007، بيان شديد اللهجة نجم نعتبروه، صار من خلاله اعتبار أي مشجع يرمي الكلافس في الملعب باش يتم القبض عليه وباش يتم اعتبارها جريمة جنائية، حتى إذا تم العثور على أي شخص يحاول أنه يجيب مع الكلافس للملعب باش يحرم من حضور الملعب مدى الحياة. من جهتها جماهير تشيلسي كانت رفضت قرار الإدارة نتاعها واستبدلوا في الكلافس النبتة الحقيقية بفكرة أخرى بالبالونات أمبيل على شكل الكلافس ودخلوا بها للملاعب، لأن القانون ما يمنعش حاجة كيف الحكاية، دونك استغلوا الحكاية هذه وتحول بعدها الرمز نتاع الكلافس في وسط مشجعي تشيلسي اللي يعتبروه سلاح للمقاومة، ولاو يزينوا به حتى الشوارع وحتى الاحتفالات بتاع جماهير البلوز خارج الملعب متاعهم تكون نبتة الكلافس ديما موجودة. هذه حكاية اليوم. مرسي مرسي قيس، كانت هذه حكاية اليوم. رأيك خليل خلق في استاداتنا مثال يرميو كلافس؟ احنا في استاداتنا يرميو المعدنور. انا حاجة بيه متبعش الكور، حاجة مرتاح منها ذي. شو متبعش كورة؟ ما انت جمل جمل ما عندك جمعية تحبها؟ ما جمل والله كيف سبورتيف متبعش كورة؟ والله غلط ما عارش كورة سيف كيف والله ما تبعش كورة زيادة نحكي على جمهور وعلى كلاف ما عارش كورة تفرجوش المنتخب الوطني ساعات كي تبدأ ببطولة افريقيا ولا حاجة شجعوا المنتخب التونسي اكثر لا اقل لا مكرسين وقتكم الكل التايكواندو الحياة كلها تايكواندو ملا كيف ننجحوا واحد واللي هو ابطال ونصنع ابطال خاطر حياتنا الكل تكون ربي بقى لكم الستر وربي ان شاء الله من نجاح الى نجاح. نعطيكم كلمه الختام سيف سعيد برشا اللي على قبولك الدعوه، كنا باتصال معك مع وسام معناتها غادي وكنت معناتها بصراحه معناتها فما تواصل كبير ونحبهم العباد هذوما بصراحه ونقولها في على الملاء ونقولها قدام الناس الكل نحبهم العباد اللي ديما يتواصل مع الاعلام باش نوصلوا خلينا نقولوا الاخبار ولا الصوره نوصلوها للساده المستمعين والساده المشاهدين. دونك شكرا على قبولك الدعوه. عايشك هذه مش مزيه وانتم يعطيكم الصحه اللي تتابعونا تبعتونا خاطر قبل ما نحن نعمل ميداليه اليوم دونك كي نعمل ميداليه لازم نجيكم في اي وقت واحنا على ذمتكم وان شاء الله معناها بالحق الاعلام الكل يهتم بالرياضات الفرديه لانه يعني بالحق علاش احنا تحس الفرق تو معناتها بين اكيد فرق التتويج معناتها تصور كان جات هذه على طول معناتها الحضور هذا الاعلامي واحد كل شيء أكيد هذا حتى السبونسور تجي حتى معناتها ينجم هذا تربح منه برشا حاجات مهم للرياضيين يشجع الرياضيين سواء معناها خليل ولا غير خليل لانه بالحق الرياضات الفرديه محتاجه اليوم انه معناها الاعلام يهتم بها اكثر لان وقت تشوف ابسط شيء في الحلقه نتاعك اليوم برشا فوتبول معناها اكثر من السبور انديفيديوال دونك ان شاء الله معناها دعوه للناس الكل وانتم اخويا عاونونا راهو الاعلام الرياضات الفرديه تستحق برشا معناها الدعم الاعلام وبتبيع السلطات معناها سلطة الشراف واللجنة الأولمبية الدعم المادي باش نجم نحضر في ظروف باهية إن شاء الله. واضح. ها خديت بريم ولا ما زلت خليل؟ صحيح صحيح. صحيح تصرف؟ لا لا مازال ما وصلش. واضح إن شاء الله ربي معاك خليل إن شاء الله ديما متألق ديما مفرحنا مفرح التوانسة الكل إن شاء الله نشوفوك بطل أنا فرحان برشا كما قلت لك معناتها في قبل قلت لي باش نجيب الميداليه وفيكتيفمون رجعت لي لكن بلاش ميداليه لكن ميداليه موجوده ميداليه ما جبتهاش وقت منك لكن الميداليه موجوده ان شاء الله مبروك مره اخرى نعطي كلمه الختام خلي نحب نهدي الميداليه هذه لتونس والحي التايكوندو والعباد اللي تعبت معايا فرحتهم وما خيبتهمش والحمد لله بالرسمي شرفت العباد الكل وحتى زد شرفت حومتي اللي يستنوا فيا بالميداليه هذيا وفرحوا بيا نهار اللي روح. واضح ان شاء الله مبروك والاكيد معناتها راهم لحوم الكل فرح ومعناتها صحيح حومتك سبيسيال خاطر يعرفوك لكن تونس الكل تونس كامله والعرب زاد والعرب زاد كومين معناتها خلي انه نتابعوا كان كيما احنا قبيلي فرحنا للاشقاء المسار وكالكسوا ولا المغاربه العرب الكل نفرحوا لبعضكم يعطيكم نفرحوا لبعضنا يعطيكم الصحه الناس كله قبل ما نختم نحب نقول راني فرحان 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 اليوم بعوده مخرجتنا بجا راني فرحان بها بعد فترة نقاها ترجعنا بجا
ام شو نقولوا ام صوفي ولا ام صوفيه ما انت اللي يجي ما انت خاطر البو يحب حاجه ولا ام تحب حاجه ربي يبقى عليها ستر وان شاء الله ربي يفضلها لك يا بيجي يا عزيزه يا غاليه. شكرا للناس الكل يعطيكم الصحه لقبولكم الدعوه مره اخرى يعطيكم الصحه للناس الكل لخيام في الاعداد في اف ام تي في في الاخراج المستمعين الكل سونز اكسبسيون باي باي الناس الكل موعدنا نفس التوقيت غدوه ان شاء الله باي باي.